بص، السوشيال ميديا هي بالنسبه لي وبالنسبه لغيري هي كل حاجه النهارده، بتستخدم منها المعلومات، بتشوف فيها كل حاجه، بقت مهمه جدا في حياتنا. ممكن انا ما اكونش متفاعل كتير على السوشيال ميديا، بس السوشيال ميديا حاجه مهمه جدا النهارده. كلنا انت لو عندك حاجه بتطرحيها من خلالها، معلومه بتعرفيها من خلالها. بصي الموضوع ده يعني في الاطار، بس محمد فنان مصري يعني اعتقد الناس بتحبه، اتمنى له التوفيق والاستمرار، ويبقى يعني دايما ينور بفنه. محمد شخص ملتزم، محمد راجل دخل الجيش وادى الخدمه العسكريه، ممكن يكون غلط غلطه هو ما كانتش مقصوده، اعتقد ما كانتش مقصوده طبعا. محمد طبعا راجل فنان مصري، لازم كلنا نقف جنبه يعني. اه طبعا عملت له مسرحيه اهل رمضان. المسرحيه اتعرضت لمده سنتين وصورنا المسرحيه بعد كده. انا بقى دخلت في التمثيل اكتر، ركزت في التمثيل اكتر. دخلت مسلسل لؤلؤ، وده هيتعرض قريب على فكره. ده هيتعرض كمان 20 يوم خلاص. ده بطولة النجمة مي عمر، وعاملة شكل جديد خالص، أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقي، نجلاء بدر، ناس يعني ناس مجموعة جميلة. المسلسل هيبقى شكله جديد مودرن، حاجة جديدة خالص. مي عاملة دور جديد، خليها بقى مفاجأة برضو. أنا أول مرة أعمل دور مودرن غير بقى جلاليب وحاجات، دور كده أول مرة. يا رب يعجب الناس، رومانسية بقى وحاجات كده.